بعد قطع الاتصالات وشبكة الانترنت داخل مدينة الموصل، الحكومة الاتخاذية بكل وزاراتها وهيئاتها يجب عليها أن تعمل على توفير شبكة الاتصالات والانترنت داخل المدينة، لأن ذلك سيسهل الكثير من العمل على القوات الأمنية والمواطنين عند البدء بعملية تحرير محافظة نينوى وخاصة مركز مدينة الموصل. اليوم سمعنا بأن التحالف الدولي لديه مشروع ببث انترنت مجاني داخل المدينة عند بدء العملية، هذه خطوة إيجابية، ولكن الحكومة الاتحادية أيضا يجب أن تبذل جهودا إضافية لعملية توصيل شبكات المعلومات والاتصالات داخل المدينة لتسهيل عملية تحرير محافظة نينوى.